السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم متابعين متابعي الكرام. صباح النور، يا سلام. حديقة المنزل شيء جميل، طبيعة، رمان، مزاح، البرقوق، مشماش، يا سلام. الزر كلشي زين، طبيعة، يا سلام، طبيعة، يا سلام. هلا عزيز علي خضرة، عزيز علي الطبيعة، صحاب المزاح. المهم إخواني، عندي واحد الكتاكيت صيبت لهم هاد الشهر، ما مشغول ما والو، ولكن ماشي مشكل. واحد الحمامة راهية، جيت دخلتهم هنا، وإن شاء الله عندي واحد خمسة الكتاكيت. هاد البلاصة إخوان كان عندي فيها الدجاج بزاف، ولكن هملتها، ولكن نعاود نقادها، غادي نعاود نقادها إن شاء الله. أنا ضو فيها العشاء بس الدارة هنا في الفيلا الخلفي، ولكن هاني صيبت اليوم هنا واحد الكتاكيت. ندخلو نشوفوهم راهوما إلا كيبانو لكم، ندخلو نشوفوهم إن شاء الله ونديرو معكم فيديو اليوم. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هادو هما الكتاكيت ديالي هنا، ان شاء الله عقلوا عليهم شحال كاينين. ما شاء الله تبارك الله، كاينين 3، كاينين 6. انا صيبت لهم فين ياكلوا. هذه ان شاء الله هذه كنت صيبتها ملي كانوا كبار، وهنا كان الدجاج البلدي كيف ما كتشوفوا، كانت عندي هذه الحظيره الدجاج كبيره، ولكن غادي نقي هذا الشيء ان شاء الله، نخليهم يرعاو هنا، عجز عليهم هاد النباتات وغادي نقي ان شاء الله. ولكن مغطيين الشتا من المشاش من كل شيء. دابا راه 6 الصباح ولا 7 الصباح، قبل ما الناس قلت نجي نعطيهم ما ياكلوا، ولكن هما الحمد لله، هما الحمد لله كياكلوا. كتاكيتي صغار، ان شاء الله غادي توليو دجاجات ولا ديوك، لا ادري. كيتجمعوا بعضياتهم ما شاء الله. من فيكم يحب الكتاكيت او الصيصان او الفلالس؟ المهم عطيت لهم الماء، صيحت لهم داك، حطيت لهم الماء هنا، حطيت لهم الاكل ديالهم مخصص لهم. ها انتما كتشوفوا الى فيهم البرد، غادي نحطهم وغادي نجيبهم هنا. كتشوفوا نحطهم نخشيهم هنا، الى جاهم الجوع يخرجوا ياكلوا. المهم راه كلاو شويه، نجيبهم هنا. كتكوت الجميل، نحطهم في تبينة، لكن باقيين باغيين ياكلو، يجيو يخليهم ياكلو هكا، ماشي مشكل. إيوا الله يسخرنا فيهم.